محمد احنا ركبت بالاسانسور ولا ما عندكم اسانسور؟ يا اخي هنا تنتهي الحياه. هكذا اه واش يعاونوك دائما هكذا جماعه ولا ما كاش خاوتك كيف تحس يعني؟ يا اخي تحبنا كيف يقول لك الحاجه ام اختراع والانسان هو يتحدى الواقع نتاعو ويحاول انه يستمر في الحياه. هذا الفيديو راح نديرو انت شخصيا بان شفت فيك الاراده والامل. يعني سبحان الله انت يعني نموذج للجزائر الذي له امل الذي اجتهد وكد وعمل لسعادة الاخرين. يعني انت نموذج ما شاء الله. يعني حبيت ندير فيديو انت خاص درك انت هنا في الجزائر نهضر على وليد بسكرة والجزائر عامة وبسكرة خاصة. ما كاش يعني المعاق ما عندوش يعني حقوق ما عندوش كذلك يعني يا أخي وسائل. يا اخي بلادنا بلاد شعارات تفكرون في المناسبات كيجي ممثل الامم المتحده كيجي رئيس مثلا منظمه في اطار الاعاقه اكثر ولا اقل. احنا نعرف غير نبينوا باللي بلادنا مليحه ولكن احنا نحبوا بلادنا ماناش معارضين حابين الواقع يتغير لا اكثر ولا اقل. ماناش طالبين منكم الكثير سهلوا لنا الحياه سهلوا لنا تقنيات الوصول باش نوصلوا كيفوا لنا المناطق باش نقدروا نعيشوا حياتنا كالاخرين باقي البشر. انت الان كيف راح تهبط؟ يا اخي انا يعني عادي نحاول اني ديما نحاول نشوف هو كان نعود وحدي هكذا نهبط تخيل يعني في بعض الاحيان حتى الطاب غرابه وانا هكذا كنت نفرح في الجامعه ونمشي يعني الكليه بزاف عليك. خلي الناس يعاونوك خلي الناس يعاونوك خلي يعاونوك خلي يعاونوك هكذا يعاونوك هكذا خير يعاونوك هكذا بما انك شو هذه الحاله المعاق هنا في الجزائر هذه عينه رغم انه الضوء ما كاش سمحوا لنا على كل حال هذه الطبق الثالث بعد ما كنا شفنا في بيت خديجه الان هذا دور معاق يعني ما عندوش حتى الاناره شوف اناره تنعدم شوف ظلمه وخوتين خليكم نسجل مع الاخ هذا بعد حين ان شاء الله سامعك. خويا محمد السلام عليكم. صباح الخير اخويا صلاح. صباح النور. الحمد لله. يعني تكلمنا البارح على بعض الامور بسيطه على قضيه الاعاقه ولكن هي قضيه شائكه في الجزائر. نعم. اولا من ناحيه احنا حبينا نقولوا باللي المعاق يكون من مستقبل الاعانه المنتج للثروه. نعم. هذا هي التحدي اللي رفعناه. نعم. لانه الذهنيه عند المسؤول الجزائري وعند عند الشعب الجزائري انه هذا انسان مسكين لازمته يعاونوه لازمته يعني انسان غير قادر للانتاج يعني انسان يكون على المجتمع اكثر منه عضو فعال. نعم. واحنا يعني بحكم تجربتي الشخصيه وتجربه بعض الاخ اخواني انهم هذا الامر وكذوبة. نعم. لأنه قدروا يدخلوا مجالات ما قدرش يدخلها الناس الأصحاء. نعم. وبالنسبة لنا المشاكل نقدروا نلخصوها في بعض النقاط. أن النقطة الأولى مثلا السكن. تخيل بلي معاق يسكن في الطابق الثالث ولا الطابق الرابع. المشكل التنقل. مشكل الأعضاء الصناعية. لمتين معناتها نوعية الأعضاء. تخيل انه عضو صناعي ما يقدرش اولا يتعب المعاق يقول لك يا ولدي انا من صباط ما نلبسوش يعذبني. صح. قضيه مثلا قضيه حقوقهم الطبيعيه حقوق يعني العاديه مهضومه في الجزائر
نحن مش نطالبوا في امور كماليات، مش نطالبوا مثلا باش يعطونا سيارات باش يعطونا مناصب عليا، ولكن الحد الادنى للعيش. قضيه الاعاقه بما انك انت الله يبارك يعني رغم انك معاق لكن ما يظهرش عليك في وجهك انك معاق. نعم. عندك يعني شهادات كثيره وكذلك انك محامي. صحيح. يعني هذا يدل على ان الاراده هي كل شيء. لا اذا اردت فانت تستطيع. نعم. هذا يعني ما كانش مستحيل امام ضوء الشمس. الانسان مجرد انه يوفر لنا البيئه المناسبه باش نفجروا الطاقات نتاعنا الاكثر ولا اقل، واعطونا فرص وتشوفوا واش نقدروا نقدموا لكم. بارك الله فيك. المعاقين عامه في الجزائر مهمشين، يعني في رايك لو ان المسؤول يكون نفسه معاق ربما هذا يحل المشكل؟ هذا الاقتراح يعني في اكثر من مناسبه اقترحته. نعم. انه المعاق يدخل للسياسه. نعم. يمارس النشاط البرلماني النشاط الحزبي باش يقدر ينقل، لانه المعاق ما يفهم غير المعاق. نفس الحكايه، والشباب يفهم غير الشباب. هذه بالنسبه مثلا يدخلوا المجال السمعي البصري للتمثيل. نعم. قبل معاناتهم لو انقلها طريقة تعبيرية يعبر على وش يعاني. يعاني صحيح. يعني لو كان عطوا لهم يدخلوا مجالات ما دخلوهاش يعني، وشوف ما شاء الله الدول المتقدمة كما أمريكا بريطانيا ما شاء الله لحقوا يعني لوحة المراتب، لأنه قبل ما يقبل لك المشروع لازم يكون مناسب لك، يكون مناسب للمعاق قبل ما يكون مناسب للصحيح. وإحنا العكس، المعاق ما عندهمش في الذهنية نتاعهم باش يلقاو له حل، ولا باش نتقابل مع عدة مسؤولين من وزارة. السيد الهادي خالدي لما قلت له لازمكم تتكفلوا وقال لي انت يا استاذ راع الشيء اللي يعجبني فيك انك جريء وتحمل العديد من الشهادات. قلت له ولكن هذا الامر ما يكفيش، لازمكم انتم تكونوا معنا وتعاونونا باش ندمجوا هذو الناس. فهمت خويا صالح؟ نعم. باش يدمجوا هذو الناس في جميع الأصعدة. انا ننقل ندائي للمسؤولين للإخوة الجزائريين سواء في الداخل أو المغتربين، إخواننا المغتربين، باش نحاولوا نبنوا لبنة صلبة باش نحسنوا بلادنا، لأنه لو نبقاو غير الدولة وحدها ما تكفيش، يد وحدة ما تصفق. بارك الله فيك. يعني الجالية لازم نتخلاو على أنانيتنا وجهويتنا لأنه هذا للأسف الشديد خلى عدنا الاستعمار الفرنسي، بصح الاستعمار عنده 57 سنة من اللي راح، ما نبقاوش غير الاستعمار وثورة أول نوفمبر. احنا جيل الاستقلال، الجيل الصاعد، نحاولوا نبنوا بلداننا ونلحقوا ركب التطور. كما شفت خويا صالح سنغافورة ولحقت، ماليزيا ولحقت، يعني سنغافورة كانت في 65 كانت دات الاستقلال. نعم. وحنا بدينا قبلها، ولكن شوف الوضعيه اللي الحاليه رانا فيها. ما خويا صالح واش نقول لك بكل اختصار، حنا نحاولوا نوصلوا باذن الله، نوصلوا صوتنا للمسؤولين، وانتم من جهتكم كجاليه حاولوا انكم تعاونوا هذه الفئه حتى اعلاميا باش تقدر توصل الصوت نتاعها للعالم، وتشوفوا يعني نكونوا ايد واحده ان شاء الله. بارك الله فيك خويا محمد، وشكرا على الضيافه. شكرا اخ صالح، يعني صديق عزيز ويعني اعتز به يعني. بارك الله فيك، ونحن كذلك خويا. صح. جزاك الله خير محمد. والسلام عليكم. سلام. اسكتي اسكتي.